من هنا ورايح انتوا تسمعوا الكلام وبس، اللي جاي محتاج تركيز. الحق، عايزة تعمل رئيسة وتاخد مكانك. بتقول حاجة يا كتكوت؟ لا بقول تحت أمرك يا بروفيسورة جميلة، تحت أمرك. يا ندلي يا جبان، هنعرف بتشتغل ازاي وانتوا جربوه. انت خايفة على نفسك ولا ايه؟ ما تخافيش وانا موجود يا حلوة. انا خايفة فعلا لانك موجود، بس ما اقدرش اثق في ذكائك ولو حصل حاجة غلط. قالت الزمن دي مش لعبة. قالت زمن؟ اسف هتدرجي معاك. الحق هتيجي معانا. بروف انا ما اسمح لكيش. انا شكلي طيب بس وقت الجد ما اعرفش حد. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. ايه ده امال يا استاذ فضولي؟ عد الليله اللي اقساط تقيله. ماشي ماشي، كله في ده الاقساط. اطفال، اول حاجه تدوسوا على زرار التشغيل. لا 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 استنى يا خبي، تهرج عصاية الفتيس اللي قدام. الحقينا يا الله، انت عملت ايه؟ ايه اللي حصل؟ الإشارة قطعت. وصلها تاني. هو سلك راوتر، مش بالسهولة دي يا مازن. طب والحل يا عم الهاكر؟ سيبوني لحد بكرة هلقوا تشارتهم تاني، وهسجل كل اللي بيتقال واتأكد لكم من موضوع قلت الزمن ده. مش هوصيك يا فهمي، لازم نعرف هما بيخططوا لإيه. عيب يا برو. بس إيه موضوع قلت الزمن ده؟ ده لو طلع حقيقي فعلا تبقى مصيبة. اوعى اوعى كده، انت نايم على سرير بيتكو؟ لا مؤاخذه، بس المطبات كتيره قوي. يا ساتر، ما كانش لازم تدوس على العصايه يا حسان. عجبك كده؟ ما انت اللي دوست على الزرار الاول. لا بس المكنه اتحركت لما انت. كفايه، عايزه اتنفس مش قادره. ايه ده؟